ماشي. ستير يا رب. طريق مكة رياض مكة يعني فاضل حوالي 300 كيلو على الطائف. شوف الجو عامل ازاي. صفر يا ستير يا رب. يا ستير يا رب. بص من قدام بس. ستير يا رب. والله صح. اتمنى وانا من بلا مالو ايه سحابه دي ولا ايه؟ شايفين 3 متر قدامنا. صعب نقف دلوقتي. بس اشوف نزرها منطقة كده بس من هنا وينتهي تاني ان شاء الله. احنا كنا شايفينها من بيت ابراهيم وهي يا ابراهيم. احنا ياما شفنا حاجات زي كده وانت نقولنا ما في فرصة تشوفها وانت كبير بقى. مش عايزين نشوف حاجة. مش عايزين. شكرا. هو عادي؟ ايه؟ عادي. 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 هو كده عادي بس بنمشي. الناس بص عربيات النقل ماشيه هناك اهي. يا بابا عربيات النقل ايه بقى؟ كبير وصغير وكله ماشي. واضح مش واضح ولا حاجه. بص في التليفون شوف الدنيا واضحه. يعني مش واضح بره بس هنا مع التليفون واضح شويه. مع التليفون تقدر تشوف كويس. يعني شاشه زي ما تقول ايه؟ كشفنا شويه قدامنا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
هدي خالص يا ابراهيم، هدي خالص. مش على سرعه 40 اهو، لا طريق السرعه في 140 ماشيين عندنا. شوف حاجة زي كده انت وليمة صح؟ واقف فين؟ ما اقدرش اقف اصلا، ما بغيت ما يروح ده يروح؟ لا خد مش احسن. طب خد بس الناس كلها، الناس كلها ماشية اهي، محدش يقدر يقف. ده هيركن ده ولا ايه؟ هيركنوا غلط، هما هيركنوا علشان هو هيركن وفكر الهوا يقف. التراب ده عديه احسن كده، يمشي نعديها. خد السايد كله تراب، ما انت كده هو تراب جاي كده، فاحنا نعديه ونخ